هنعمل الكونشيجلي مع الجرجنزولا وممكن نستخدم البارميجان. الكونشيجلي الكونش ده عبارة عن المحار بتاع البحر الكبير اللي في هاواي بيزمروا بيه با با با، عارفين ده؟ هو ده. واحنا كتير قوي ناس كان زمان ايام ما كان التدخين العادة السيئة دي كانت موجودة، وكان الناس بتشرب سجائر كتير قوي وكانوا بيبيعوها في اسكندرية الناس تستخدمها كطفاية، فاكرينها؟ احنا بقى بره كنا بناخد اللحم بتاعها وبنحطه مكان الجندفلي لان بيديني نفس الطعم لكن لحمه ناشف قوي، فكنت بستخدمه بس عشان يديني الطعم بتاعي. المكونات بتاعتي الكونشاجلي اهي شايفين عامله ازاي، تخيلوا بقى في حته طالعه هنا كده، يبقى ده ايه؟ ده محار البحر الكبير. وبعدين عندي فص ثوم، شويه كوسه، ممكن استخدم الكوسه الصفراء الكوسه الحمراء زي ما انا عايز، الكوسه الخضراء، وكريمه لباني، وجرجنزولا او ريكفور تشيز، بارميجانو ريجيانو، وشويه من عين الجمل. طبق ساهل خالص. سكينتي، تومي، هوقف هنا ثانية واحدة علشان ايه؟ احط شوية من الزيت وشوية من الملح. تمام، وهناخد الباستا بتاعتنا ونحطها. طيب هروح اجيب واحدتين كمان، هروح اجيب الطاسة اللي هنشتغل فيها ونبدأ على طول. قالوا لي هان الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي هان الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني. ردت وقلت هحط شوية زيت، هو افتكرني عشان إنساني. سلام. هو افتكرني عشان إنساني. قالوا لي كان افتكرني عشان إنساني. قالوا لي تررم. أول ما ياخد اللون هنحط الكوسة. تررم تررررم تررررررم. لا قبل ما ياخد لون عايز الريحه بس. ترررم 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 ترررتت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 ت
ليه 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 بيلوموني وياك في حبي ولا يلوموني على صبر قلبي على صبر قلبي ترارارا بام 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 بام. هو اللي شفت في حبه الويل شاف في حبه الويل ولا رحمني يوم 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 يوم. مش عارف اقول ايه مش عارف اقول ايه. عبد الوهاب ده كان من الناس الجميله اللي كان كل شويه يعني كل ما نقول ايه النبع نشف خلاص كفايه يروح خبطنا بواحده تانية وبرده ما يتقالش عليه غير خبطنا لان الاغنيه بتخبط في الدماغ بتفضل على طول. كنت دايما وانا جاي من امريكا ازور المحروسه اللي دايما هتفضل محروسه مصر. كنت اقول ابقى جاي كده ومبسوط
ومزقطط و... هلم انا دول كده على جنب، وهعمل ايه؟ هاخد شويه من الكريمه، وهاخد كمان الجرجنزولا احطها جنبي، احط الاثنين كده دول جنبي هنا، وهميل الطاسه ليه؟ لان انا عايز اعمل الموضوع ده كله في حله واحده او في طاسه واحده. هميل كده جميل، وبعدين هاخد الجرجنزولا واحطها هنا، واسيح الموضوع ده مع بعضه. هخف بقى النار على الهادي بقى خالص. مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني. آه كانت هي، ما بكلمش الحبيبة ده، أنا بكلم مصر. مصر ليه بتبعد عني؟ عشان لقمة العيش، عشان الشغل، عشان الحياة. لو احنا بقى كان عندنا اللي يخلينا في بلدنا نشتغل ونتعب وندي، ما كناش سافرنا. وانا ياللي في كل مينا امشي وعيني حزينة، واقول والله ما ليا غير قمر اسكندرية، ارجع وانا روحي طايرة طاير زي الحمامة، ولاقيك واقف تقول لي الحمد لله على السلامة، افرح باسكندرية وقمر اسكندرية، واقول دي اسكندرية يا عيني وقمرها ناداني، يا قمر يا اسكندراني يا اسكندراني، نص عمري راح في لفي على المواني، يا قمر يا قمر. يا سلام، الواحد ساعات هو بيغني بيحس انه عايز، بس طبعا ما ينفعش. هاخد شويه صغيره من الميه بتاعه الايه الكونشي جلي، واديها رشه صغيره. انا كده طبقي تقريبا 95% انتهى. هفك بقى كده شويه. كان مره واحد بيسالني بيقول لي يا شيف طارق، ازاي الاكل بيطلع جميل وطعمه حلو ومظبوط وما فيهوش حاجات كتيره؟ قلت له بس احنا متاثرين شويه في الوطن العربي بالمطبخ الهندي من ايام طريق الحرير والتجارة التوابل والحاجات دي، فبنحط نحط 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 نحط، فتلاقي حاسة الذوق بتتلخبط. لكن هنا انا ما عنديش حاجات كتيرة جدا، زي بالظبط كده لما اخد لك جمبرياية او سمكاية او فرخة واشويها واديها لك من غير حاجة خالص، الله، فما فيش لخبطة في الـ 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 الاكل. المكونات بسيطة، الطعم واضح، لان انا باكل كوسة خلاص، بحط عليها حاجة كمان حتة طماطم، عليها رشة ملح وعليها رشة فلفل ونقطة زيت زيتون، وتاكلها. الله، ما فيش أحلى من كده. البساطة، كل الطبق مكان بسيط، كل الطبق مكان أحلى. فالولد ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنت بتطلعه حلو إزاي؟ قلت له بطلعه حلو لسبب واحد، إن أنا بستخدم مكون جيد وبحطه مع بعض، زي الكورة، بجيب شوية لعيبة كويسين قوي وبحطهم مع بعض، وعيني بقى الخبيرة حط ده هنا وحط ده هنا وحط ده هنا، كلهم يركبوا مع بعض، يطلع تيم، يطلع تيم ورك، بنشتغل فريق عمل مع بعض. هحط شوية من عين الجمل اهم. ممكن عين الجمل ده اعمل بيه لعبة حلوة قوي، احطه في شوية مية بسكر وافضل احرك فيه احرك فيه احرك فيه، يحصل عملية تسكير، افضل مستمر في التحريك على طبعا على نار عالية، يبدأ يعمل كرملة. وبدل ما احطه جوه الطبق احطه من فوق. لما باكل، باكل ايه بقى؟ باكل حتة عين جمل مسكرة ومتكرملة. ممكن اول اروح رامي فيها شوية فلفل او شوية كمون او شوية التوابل اللي انا بحبها،
واحنا كنا ده كنت برضو بكسب منه في امريكا فلوس كتير لان هم بيموتوا في المكسرات. فكنت اعمل ايه؟ اعمل ده وفي ايام الاعياد يتحط في علب ويتباع. انا كل اللي انا منتظر له دلوقتي ان الباستا بتاعتي تستوي، لسه ناشفه، هشوف بس واحده من جوه. نار يا دوب هقلب دي. هايله، تملحها حلو قوي كده، تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الشبكه وهناخد الباستا، بدات تدبل، ودي لازم اصفيها لان فيها هي حفره، فممكن قوي انها تاخد ميه معايا كتير تميع لي الصاص، وانا مش عايزها تميع الصاص. في حاجه بقى انا برضو ما قلتلكوش عليها او قلتها قبل كده، لكن هنا دلوقتي لازم برضو ان انا اذكرها. الريجه، هات يا ولد الريجه. الترزيه في مصر يقول لك يا ولد هات الريجه. الريجه بتاعت ايه؟ اللي هي بتعمل الخطوط بتاعت الحوض للبنطلونات للرجاله والستات. فيعمل ايه هو؟ ياخدها يعمل بيها خط. اللي انا عندي هنا كده لما ناخد المكرونه دي وابص فيها هلاقي فيها ايه؟ فيها ريجه. الريجه دي ليها سبب ان هي بتعمل ايه؟ انها بتاخد شويه من الصوص تحتفظ بيه ما بين، تخيل انت الريجه دي جبل كده وجبل كده وما بينهم في شويه ميه، دول هيتحبسوا. فالحبسه دي بتخلي حته المكرونه شاربه من الصوص من غير ما ايه؟ ما تبقى مفعصه. فده سبب او الغرض من الريجه. بقلب دول كده طبقي خلاص هديها دوقه واروح اجيب الطبق. انا متاكد عشان الجرجنزولا هتديني طعم حلو. بسم الله. ولا تصليحه ولا حاجه خالص. طيب احط دول هنا كده، اخد بس الطروف، مش محتاج انا دي خلاص. واجيب المعلقه اللي هغرف بيها ونقرب الطبق ونحط شويه فين؟ في نص الطبق. عايز اتنين بقى ايه؟ مقلوبين. بص دول مفتوحين، عايز اتنين مقلوبين. ايوه، طبق في منتهى البساطة، تمام. اوكي، وناخد حتتين من الطماطم، اللون هيبقى حلو قوي. ممكن اتنيهم كده واوقفهم كده، وشوية من البقدونس. ابداع. ده كده الطبق بتاعنا الاولاني في الحلقه دي، بسيط وسهل وما فيهوش اي مجهود، اربع خمس دقايق والطبق يتعمل وتقضي وقت جميل قوي. هناخده نحطه هناك وناخد بريك ونرجع لكم تاني.